اسلام. احنا جايين الناس بتاع التحرير دول جم عربيتين مايين سنج وبلطجيه وبتاع، قالوا لك الناس اللي هتيجي لو حد كلمها من العباسيه هنعمل ونسوي. قلنا يا عم عدوا ايه في حالكم. وقفنا احنا هنا جت الناس بتاعت الثوره باين شويه، شاد راي كان واقف معانا هنا دلوقتي او ماسكينه في النص، ضربوه قالوا انتوا بلطجيه بتوع العباسيه، وقامت الدنيا ضربوا بعضيهم كسروا في ستار الفلل والبلاط اللي موجود كله بتاع الرصيف، وقعدوا تفتوا على الناس ولعوا عربيات، كسروا عربيات اللي في الشارع كلها، وقام يجروا على الشوارع جوه ويطلعوا على معرض العربيات ده كسروه اول الشارع هنا غرب الاشلاء قام جامع النور على طول، كسروا المعرض وعربيات الشارع كلها والشارع كله خرب الدنيا. مين تحديدا يعني اللي عمل كده؟ متظاهرين التحرير؟ الناس مسلمين بتوع التحرير.